السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعي قناة إيزي إنجليش. النهاردة هنكمل مع بعض كورس تأسيس اللغة الإنجليزية. معلش أنا اتأخرت عليكم شوية، لكن كان في ظروف مراجعة الثانوية، فعشان كده أخرت عليكم بعض الشيء. النهاردة هنكمل مع بعض الحلقة الثالثة أو الدرس سوري الدرس الخامس من كورس التأسيس. والنهاردة احنا زي ما قلنا قبل كده إن الجزء الخامس هو عبارة عن ريفيجن أو بلندنج للحروف. يعني ايه كلمة بلندنج؟ يعني هو عمل بعمل ميكسينج للحروف، ان انا بحط الحروف في الخلاط كده زي ما بنقول، ونبتدي نسبك الاصوات عشان نعرف ازاي احنا ممكن نقرأ الكلمات، ممكن نعمل سبيلنج ونكتبها من غير ما امسك ورقة او قلم واقعد اكتب الكلمة 10 مرات وعشرين مرة ومئة مرة وهكذا. طيب هنراجع كده مع بعض الاصوات بتاعت الفاولز. احنا قلنا الساوند بتاع letter A، the sound is a a، letter E a a، رقم letter sorry I letter I a a، وزي ما قلنا في letter I برفع بفتح شفايفي خالص زي ما بكون بعمل smiling، تبقى a a. طب وال a ساوند بتاع الاي اي من غير ما افتح شفايفي، كاني بس فتح بقي اي اي، لكن دي اي 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 او او. طيب نيجي نشوف كده الحروف دي لما بتيجي بعد الحروف الكونسوننت بتخلي الصوت بتاعها عامل ازاي. عندي هنا حرف البي لما يجي ورا الاي يبقى با با. طب حرف البي لما يجي ورا الاي هتبقى ب ب. طب لما يجي ورا الاي هتبقى بي بي بو با. وحرف الواي هنا دايما بيعمل تفخيم للحرف. يعني ايه تفخيم للحرف؟ يعني بيخلي الليتر سترونجر، بيخلي الليتر سترونجر، بيديله صوت اقوى. فهنا بتبقى مثلا هنا با ب ب با با، دا د د دا دا، كا فكده احنا قلنا حرف السي الساوند بتاعه ايه؟ ك كا، هتبقى ايه؟ كا، زي كات كار كاب. لكن لما يجي بعد حرف الاي السي حرف اي هتتنطق سي، هتتنطق ايه؟ س. يبقى لما يجي حرف السي متبوع بحرف الاي او حرف الاي هتتنطق س. طب في حروف تانية لو جه كمان وراه حرف الواي هتتنطق ايه؟ س. طب هنا دي هتنطق ايه؟ س سي ك ك. طب حرف الجي بينطبق عليه نفس قاعدة حرف السي. يعني ايه؟ يعني لو جه بعد الجي اي او اي او واي هتنطق ج، هتنطق ايه؟ جا. طيب يبقى الجي ايه هتتنطق؟ جا. الجي اي بقى هتتنطق ايه؟ جا. الجي اي هتنطق دي، يبقى دي جا دي جا دي. يبقى الجي التانية انا بفتح بقي جو جا وا و و و و ذا ذي ذي ذو ذا. عارفين عاملين زي الايه؟ زي ال A E O A، فاكرين في الحروف العربية زي التشكيل. طيب now try to read these short short words. وهنا بنسمي حاجة اسمها CVC words. What is the CVC words؟ The CVC words اللي هي consonant sorry consonant vowel consonant consonant vowel consonant. يعني كلمة بتتكلم من بتتكون من ثلاث حروف، تتكون من consonant و vowel و consonant. طيب زي ما اقول مثلا عندي كلمة زي كده، قبل ما باجي اعمل قراءة للكلمة انا بستهجها، مش هستهجها بقى هنقول ايه F A T، لا انا عامل الساوند ف ات ف ات ف ات ف ات ف ات ف ات ار م ار ك ا ك ا ب كاب ك ا ن
تان ب آن ن تان ت آ ن تان ت آ س ت سوري دي ال دي ال ل آ س ت لاست ف آ س ت فاست ب آ ب آ ن ك ب آ ن ك بانك ل أم ب لم. وناخد بالنا هنا بقى البي سايلنت مع حرف الاي، لما تيجي البي فبيبقى في قبلها حرف نوت ضئيل بتتنطق ايه؟ لم لم. زي كمان كلايم كلايم، هبص الاقي برضو البي سايلنت عشان وجود الاي. يبقى نقراهم كده تاني: فات arm cap can pan tan lost fast pink لام. يبقى انا هنا اهوت انا بعمل سبيلنج للساوندز، وعلى ايه على طول هقدر اقرا الكلمه الموجوده عندي. هنشوف كمان مجموعه ودي خاصه بالليتر اي. يبقى عندي هنا ب ا د بد ب ا د بد ف ا د فد ل ا ج لج س ا ت ست ر ا س ت ريست ل ا ف لفت ت ال. خدوا بالنا بقى الدبل ال تتنطق ساوند واحد، ما تنطقش ما تقولش ل ل لا ل. يبقى ايه؟ ت ل تل. يبقى هنا كلمة تل فيها كام ساوند؟ 3 ساوند. ت ل سوري ت ل ت ل ف ل ف ب ال ب ل ت ب ألت بلت ما أن د من. أوكي now let's look at another group of words and the letter I or sound A. A A N تبع N S مش هتتنطق بقى S، هي هنا ال S هنا بتتنطق Z فبتتنطق A is. it it if if d n den b n pen t n ten z n ten. ناخد بالنا ان ده ساوند واحد، هم حرفين لكن ليهم ساوند واحد. برضو ال s h ليهم ساوند واحد اللي هو ش، يبقى ش اي ب ش ش ناخد بالنا ان هنا كان فيها ايه؟ تي. الترانسكريبشن بتاعها اللي هو الوصف بتاعها بيتكتب ايه؟ كده تش تش اي ن تشن تشن اللي هي طبعا الدقن، ف الدقن مش اللي هي الشعر، اللي هي الدقن بتاعت الوجه يعني. ف اي ش فيش ب اي ل بيل ت اي نج. بص دي برضه بتتنطق صوت واحد نطق نج 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 نج. يبقى ايه؟ كينج ه اي ل هيل. وطبعا ناخد بالنا ان شفايفي مفتوحه. Look at the second group. طبعا كل الاصوات دي هي فيها شورت ساوند، كل دي هي شورت ايه؟ شورت ساوند. طيب احنا قلنا شورت ساوند اللتر اي اللتر او از ا بس بنيجي بننطق من مدها شويه بتبقى هنا ايه؟ او ن اون اون ا اكس اكس ا ف of. ودي بتتنطق of not of، لان عندي هنا الدبل اف هي اللي هتتنطق of، يعني دي هتتنطق of دي هتتنطق of. ب ا س box ه ا ت hot ن ا ت not ج ا ب job ج ا ت got ل أس لص ر أك برضو ده ساوند واحد روك ش أب شاب تش أب تشاب. ناخد بالنا بس الفرق ما بين الصوت، دي ش لكن دي تش ش تش د أ ل ضال.
عندي هنا the last group of the short sound of you. عندي هنا a p up as as. ما حدش بقى ينطقها يوز، لان امتى بقى هنطقها يوز؟ احنا قلنا الساوند بتاع اليو هيتنطق يو لونج ساوند اذا جه معاه اي، فلما تيجي هنا اي تبقى يوز، لكن ما فيش الاي تبقى اس. ك ات قات، ش ات شات، ه ات هات، ب ات بات، م اج مج، ر اج رج، ه ان انت هانت، در وتبقى در. دايما السواكن هيتنقوا كانهم شابكين في بعض، در تبقى در 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 ام درام، در ام درام. طب نراجع مع بعض بقى اللونج ساوند. عندي هنا احنا لونج ساوند اللتر اي لما يتنطق بقى اي، احنا قلنا بيتكون من اي، او بيديل اللي بيديني اللونج ساوند لتر اي اللي هي الاي مع الاي، الاي مع الواي، والاي لو جمع ده كونسوننت في اخر الكلمه مطبوعه باي. اوكي، يبقى عندي هنا ج اي ن، ج اي ن جين، ر اي ن رين، ف اي س. طبعا ده بقى بنسميها ماجيك اي. الماجيك اي هي بتدي للحرف الفاول لونجر ساوند، لكن ما بيظهرش صوتها في اخر الكلمه. يعني هتخلي صوت الفاول هنا لونج ساوند، لكن هي في اخر الكلمه مش هيبقى لها صوت. يبقى هنا ايه؟ ف اي س فيس. وزي ما قلنا لما جت الاي بعد السي نطقنا السي ايه؟ س. ج اي ت جيت، ج ر اي د. طيب احنا قلنا السباكن ورا بعض هيتخطفوا، يبقى ايه؟ جريد، جريد. ت اي ب تيب، ب اي بي، ر اي ري، كل كل اي كلاي، و اي واي. very good. طبعا عشان نقدر نتدرب اكتر على الاصوات دي، فياريت نوقف الفيديو ونحاول ان احنا نقولهم مره تانية ونسمعهم مره تانية ونقولهم تاني لغايه اما نقدر نقراهم بطريقه صحيحه. طيب عندي هنا اللونج ساوند اوف اي، ده بيقولنا ان هو بيديني من الحال التو لترز اللي هم الاي اي اند اي اي، والاي مع الاي ما بينهم كونسونانت. طيب لايك ايه؟ با اي ت تيت، م اي ن مين، ه اي ت هيت، ج اي ن س جينز، ش اي ت شيت، س ب اي ك. يبقى ايه؟ قلنا السواكن يتخطف سب. طب ايه سب؟ لان ما فيش اي حركه ما بينهم، ما اسمهاش اس بيك، ما اسمهاش اسب، لا هي اسمها، لان اس ده صوت مش حرف. سوري، اسم مش صوت، يعني اس ده اسم مش صوت، لكن الصوت س. يبقى لما نيجي ننطق ايه سب، يبقى دول مع بعض يتنطقوا كانهم ساوند واحد. سب سب سبيك. ما تجيش انا بس استعجى واقول ايه اسبيك او محطه اي في الاول عشان انا نطقت اي، لا سبيك سبيك. ش اي ت شيت، ف اي د فيد، س و اي ب. احنا قلنا الاس دبل تبقى هي سو سو سويب. هنا بقى حاجة مهمة جدا، حرف الكي لما بيجي قدام الان في البداية يبقى برون ايه؟ not pronounced. يعني ايه not pronounced؟ يعني silent letter لا ينطق. يبقى هنا ننطق اول حرف عندنا ايه؟ ن. يبقى ن اي ني، ن اي ني. ز اي س زيز، ز اي س زيس. وبرده هنا الاي في الاخر هي ماجيك، هتدي الاي دي لونج ساوند لكن هي مش هتتنطق. تش اي س تشيز، تشيز تشيز طبعا اللي هي الجبن. عندي بقى اللونج اي،
اللونج اي. احنا قلنا اللونج اي ساوند اي هيطلع من حرف الاي مع الاي ما بينهم كونسوننت، هيطلع من حرف الاي مع الجي والاتش، التلاتة مع بعض بيتنطقوا اي، التلاتة مع بعض يتنطقوا اي. فهنا عندنا ايه؟ ف اي ن، ودي برضو ماجيك، ماجيك اي. فاين فاين، ك اي ت كايت، سب اي ك سبايك، ش اي ن تشاين، ه اي د هايد، ن اي س نايس. ليه ما نطقتهاش هنا ك؟ عشان في وراها اي. ب اي ل بايل، ل اي ت بلايت، ن اي ت نايت، ف اي ت فايت، بر اي ت برايت، ر اي ت رايت. اوكي، the next group is the long sound of O. واللونج ساوند اوف O انا بيتكون من ال A W، ال O A، ال O W، ال O مع ال مع الماجيك E ما بينهم كونسوننت، وال O مع ال O، هي دي O O، سوري ما فيش حتى ما بينهم حرف O O. طيب let's look at the examples. R O D road، ك او ت كوت، بس هنا بقى في لونج ساوند الحرف ال او، سب سب او ن سبون، ب او ل بول، ب او ت بوت، ب او ن بون، ف او ن فون، ه او ل هول، او ل اول، در در او درو، سن او سنو، سل او سلو. اخر مجموعه معانا في اللونج ساوندز اللي هي مجموعه اليو، واليو هتيجي من اليو اي، اليو مع الاي ما بينهم كونسوننت، حرف اليو بعد الحرف الكيو على طول بتتنطق يو، وبتتنطق الكلمه كيو. طيب نيجي نبص كده الاكزامبل، عند بل يو بلو، ت ر يو تو، ج يو ن جيون، ك يو ر كيور، ت يو ب تيوب، ب ر يون برون. برون ده نوع من الكوكيز كده. طيب في عندي برضو بعض الملاحظات، كده انتهت المجموعة الفاونز. عندي بعض الملاحظات على بعض الأصوات بتاعت الحروف. حرف الـ A لما بيجي معاه L، حرف الـ A مع الـ L لوحده، يعني الـ A مع الـ L بيساوي O، بيساوي O، يعني بيتنطق A O. فهنا ما تبقى A L L تتنطق O، تتنطق A O. طيب نيجي نبص كده، tall ف O L fall، ك O L كو، م او ل مول، س م او ل سمول، already already already. ال اللي هنا ما بنطقهاش بقى خالص، ما اسمهاش already، ما بننطقهاش ايه already، لا already already or or already. walk ما اسمهاش walk، لان هنا ال ال ما فيهاش ساوند، ال ال مع ايه ادت ساوند او. walk talk walk talk. اوكي، حرف الدبليو برضو مع الاتش، دايما الاتش بتدي سايلنت ساوند، ما بتطلعش فيها صوت. فلما بنيجي نطلع بننطق ايه؟ ويتش ويتش، مش هويتش، ويتش. when when، white white، what. زي ما قلنا حرف الكي مع الان دايما الكي بتبقى سايلنت، زي نو نو، نيو ني،
نايت. بص كل الكلمة دي طبعا الاي جي اتش بتنطق اي والكي ان هتنطق ان، يبقى فيها 3 ساوند بس، نايت نايت نايت. طيب انا كده اتعلمت الكلمات الصغيرة، طب معنى كده ان انا مش هعرف انطق كلمات كبيرة؟ لا، كل كلمة او كل مقطع كلمة فيه حرف فاول هيديني ساوند معين. طب نيجي نبص كده، مثلا لو انا حطيت كلمة زي مثلا الكلمة دي، طيب الكلمة كبيرة عليا، طب انا عايزة انطقها، هعملها ايه؟ اقسمها مقاطع، كل فاول او كل كونسونانت ما بينهم فاول بيعملوا سيلابل او مقطع. طب بص كده هتتنطق ايه؟ كار كار، وزي ما قلنا الار مش هنطقها، كار. بن بن تا، وبرده الار في الاخر مش هتتنطق، تتنطق ايه؟ كاربنتر 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 كاربنتر، والار بخطفها كانها خفيها، كاربنتر كاربنتر. طب نبص كده الحاجة التانية، د ر اي ف درايفر درايفر. طب انا عايزة كلمة اكبر شوية، بص الكلمة دي كده، طيب هقسمها مقاطع، دان جر س دان، طبعا هنا الاي هي شورت اي، دان دان د ان دان د ان دان، الجي وراها اي هتنطق ايه؟ ج مش ج ج ر جر جر جر، تبقى ايه؟ دان جر دان جر. طب والاو يو ا، هنا هتتنطق هنا الاو مش هنطقها، هتبقى كانها ا، دانجرس دانجرس، يعني هنا مش هتاخد ساوند او، لا تتنطق ايه؟ دانجرس. طب نشوف كلمة كمان، هنقسمها مقاطع، دي طبعا احنا قلنا الدبل لتر هيتنطقوا كانهم لتر واحد، يبقى دي ديف دي ماشي، دي في كا دي في كالت دي في كالت ديفيكالت ديفيكالت ديفيكالت. طب نشوف كلمة أصعب كده، أدي إن أو ماس، وبرده هنا الأو يو دي هتتنطق بالساوند أ، تبقى إيه؟ enormous 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 again enormous. يبقى عندي هنا ايه؟ carpenter carpenter driver driver dangerous dangerous difficult difficult enormous enormous. طيب عايزة اشوف كلمة اكبر، احنا عايزين نعقدوكوا النهاردة، عايزين كلمة اكتر من كده، هنحط مثلا كده، هنا هتتنطق ايه؟ tripod tripod tripod، نقسمها المقاطع، tripod tripod tripod. شوف كلمة تاني برضو هنقسم، pass pass ha k t pass k pass k t، بس بعمل اصوات، pass k t basket basket basket. شوف كمان كلمة، ها هنا ال a، فعشان وجود ال e في الاخر هتتنطق a، فهيتنطق ايه؟ تاي بو. هنا بقى صوت البي مع ال كأن ما بينهم او شوية، فبتنطق ايه؟ تاي بو تاي بو تاي بو اجين تاي بو تاي بو تاي بو. اوكي let's look at another word.
هنبص كده cup poured cup ها cup cup p o r d cup poured cup poured وننطقها كلها ايه بسرعة كده بنخطف الكلمة تبقى ايه cup poured cup poured عشان هنا في بي مع بي هنطقهم كأنهم بي واحدة تبقى ايه cup poured cup poured again cup poured كابر وطبعا دي كلمه معموله من كلمتين مع بعض. اظن دلوقتي بقى سهل علينا ان احنا ننطق اي كلمه او نقرا اي كلمه موجوده قدامنا عن طريق سبيلنج ساوندز، ان انا استهجى ساوندز نوت ليترز، ان انا استهجى الاصوات مش الحروف. واظن ان دلوقتي كلنا بقينا نقدر نقرا اي كلمات موجوده قدامنا، ولو احنا جربنا ان احنا نقول الكلمه مره واثنين وثلاثه نقولها مش نكتبها. اوكي، وبعد ما اقول الكلمه صح هقوم ماسكه ورقه وقلم وابتدي اكتب الكلمه اللي انا بقولها without looking من غير ما ابص. وبعد ما اخلص الكلمات بتاعتي افتح الكلمات اللي عندي واشوف انا كتبتهم صح ولا خطا. والكلمه طبعا اللي انا نطقتها خطا او قلتها خطا او كتبتها خطا ابتدي ارجع الساوند بتاعها تاني. لو انت عندك اي ديكشنري موجود عندك على الموبايل ممكن تكتب عليه الكلمه وتسمع الساوند بتاعها وتكررها مره واثنين وثلاثه لغايه ما اقدر اقول الكلمه صح. لو انا قريت الكلمه صح هكتبها صح، فبالتالي انا مش هحتاج بعد كده ان انا امسك ورقه وقلم واكتب الكلمه 20 مره و50 مره علشان احفظها. بكده نكون وصلنا نهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى يا رب ان انتم تكونوا استفدتوا. لو عجبنا الفيديو ما ننساش نعمل لايك وشير للفيديو وننفعل الجرس للكل عشان يوصل لنا تنبيهات بكل الدروس الجديده. ولو كنا لسه ما اشتركناش في القناه نشترك ونعمل سبسكرايب، ندوس على الزرار الاحمر تحت المكتوب عليه اشتراك او مكتوب عليه سبسكرايب وبندوس مره واحده تانيه بس، مش كل ما بندخل على الفيديو بندوس عليه، لا احنا بندوس عليه مره واحده. انتل ميت اجين، جود باي.